أربع وصفات لا غنى عنهم في مطبخك، هما دول اللي هتعمليهم كل أسبوع زي ما أختك نشوى بتعمل بالظبط. لو أنت كمان موظفة أو ما بتحبيش وقفة المطبخ كتير، ففيديو النهاردة ده هينفعك جدا جدا. دعوة حلوة من قلبكم، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. أول حاجة معايا بشتري كده كل أسبوع 3 كيلو من الطماطم. بنقي الطماطم تكون لونها أحمر، وعلى قد ما أقدر يعني ما تبقاش متماسكة، أو يعني بالمعنى أصح مش عايزة الطماطم اللي هي للسلطة، عايزة الطماطم اللي احنا بنطبخ بيها. بعد كده ببتدي ان انا افتحها لأربعات، بس الفتحة اللي انا بعملها للطماطم دي ما بتنزلش الطماطمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. بضيف عليها معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من البابريكا، كمان بنضيف عليها معلقة كبيرة ونص من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. هنضيف ليهم كمان نص كوباية من المية بس، وهنرفعهم على النار لمدة قد ايه؟ لمدة نص ساعة. بعد كده هتفتحوا بقى عليها هتلاقوها عاملة كده بالظبط. اول ما توصل معاكم للشكل ده، هتجيب الهاند بلندر او الخلاط وتبتدي ان انت تضربي فيها كويس جدا جدا لحد لما تبقى بيريه معاكي خالص وتبقى صلصة طماطم. بعد كده طبعا ضروري جدا ان انت تصفيها، لان احنا طبعا سلقناها بالبذور والقشور اللي فيها، واحنا عايزين صلصة طماطم تبقى حلوة كده ومتسبكة. بعد ما بصفيها بسيبها لحد لما تهدى وتبرد خالص، وفي الوقت دوت ببقى جايبة انا الحقيقة كنت زمان بحتفظ باي حاجة بعملها خلال الاسبوع ده في العلب اللي هي التلاجة، بس لقيتها بتاخد مكان كتير عندي خصوصا لو انا هضيفها في الفريزر، فاضطريت او فكرت ان انا اجيب الاكياس حفظ الطعام. اكياس حفظ الطعام اللي هي ليها سوستة من فوق زي ما انتوا شايفين معايا كده. بصراحة يا جماعة لو هتخزنوا فيها اي حاجة متطلعش ريحة خالص، كمان بتحتفظ بالاكل بطريقة حلوة جدا ومبتاخدش مكان في الفريزر عندك خالص. بتعملي العلبة اللي فيها الاكياس ديت بتبقى مقاسين، بتجيب العلبة اللي هي المقاسين ومتاحة، بتلاقوها بقى عند المحلات اللي بتبيع الاطباق الفويل او الكلام دوت، متاحة وموجودة. بتوزعي الكمية اللي انت عايزاها على قد اكلاتك، وتعالوا نشوف الوصفة التانية هتكون جبت شوية خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، وبعرفكم الفرق بين الكزبرة والفرق بين البقدونس، لو انتوا عارفين انزلوا دلوقتي حالا اكتبولي في الكومنتات. بعد كده ببتدي ان انا انضفهم كويس جدا. بننضفهم من من اي ورق لونه اصفر، يعني اي ورقة قدامك لونها اصفر لازم تتخلصي منها على طول. بعد ما بنضفهم كويس جدا ببتدي ان انا اغسلهم واجففهم، يعني بسيبهم كده شوية في المصفى ينزلوا كل المية اللي فيهم، وبعدين ابتدي ان انا اقطعهم قطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين معي. طبعا اما باجي اقطع هنا ما بضيفش كله على بعضه، يعني ما بحطش بقى الشبت على البقدونس على الكزبرة، لا، لان في اكلات ممكن ناكلها نضيف نبقى عايزين مثلا بقدونس بس شبت بس، وغير كده وكده انت الخضرة روحها قليلة، يعني تقعدش معاكي كتير، فالطريقة ديت هتخليها تقعد معاكي في التلاجة مدة لا تقل عن 21 يوم. بتجيبي العلب البلاستيك دي، وكمان بتعملي لها الاول طبقة من الورق الفويل، وبعدين مناديل المطبخ، طبقتين مناديل المطبخ، وبعدين تضيفي الخضرة بتاعتنا، وبعد في الاخر خالص تروحي ضايفة ورق المناديل المطبخ تاني، وبعدين تقفلي عليها بالفويل وتقفلي العلبة. حلو جدا جدا، وياريت بقى لو عندك ستيكرز في الاخر كده تكتبي بقى على العلبة ده كزبرة، لا ده شبت، علشان خاطر ما تتلخبطيش او ما تقعديش كل شوية تفتحي العلب وتتلخبطي. نفس اللي عملناه في الشبت والكزبرة بنعمله في البقدونس وفي اي ورقيات، اي خضار عندك ورقي ممكن نحتفظ بيه لمدة 21 يوم بنفس الطريقة. انا بس كنت بقول لكم على الخضرة لان دي اكتر حاجة احنا بنشتريها خلال الاسبوع بتاعنا. جبت كمان؟ جبت 2.5 كيلو من البصل. طيب البصل بقى 2.5 كيلو دول انا مش هعملهم كلهم طريقة واحدة، انا هقسمهم، يعني هعمل 1.5 كيلو بطريقة وكيلو تاني بطريقة. 1.5 كيلو بقى هو الاكتر استخدام، بجيب البصل وبقشره وبقطعه كده وبضيفه في الكبة بتاعتي، وبضيف ليه معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، وببتدي ان انا اضربه عادي جدا لحد لما يبقى معاكم بالشكل ده. عايزة اقول لكم على حاجة، السكر هنا بيعتبر مادة حافظة، فهتلاقوني في اي تخزينات بعملها بضيف سكر، مادة حافظة. غير كده وكده اكياس حفظ الطعام اللي انا قلت لكم عليها ديت، لما هتضيفي فيها البصل وتحتفظي بيه في الفريزر عمرها ما هتطلع ريحة خالص وعلى ضمانتي. غير كده وكده الزيت اللي احنا ضفناه في البصل ده بيساعدني ان انا اقدر ان انا اطلع الكيس دوت كده من الفريزر، يا دوبك اخد قطعة بتبقى سهلة معايا، وانا بكسر القطعة اللي قطعة البصل اللي انا عايزاها، مش بيبقى مجمد كده وكله تلج، لا بالعكس ده بيبقى ناعم وجميل قوي قوي. اكتر طريقة
بحبها هي دي. ياه البصل ده هم تقيل قوي قوي على قلبي، مش عارفة هو كمان بيتعبكوا ولا لأ، بس أنا حقيقي ما بحبش البصل خالص. تعالى أقول لكم الكيلو التاني بقى عملت فيه إيه. الكبة كده دايما بيبقى معاها قطعة اللي هي بتعمل بتقشر البصل او بتقطع البصل لحلقات زي ما انتوا شايفين معايا كده، بتعملي بنفس الطريقه دي. طب انا ما عنديش القطعه دي اعمل ايه؟ عندك مثلا قطعت البطاطس او قشرت البطاطس بالسكينه يا ستي، ممكن تعملي اللي انا عملته في حاله لو انت بتستخدمي البصل بالشكل ده. اما لو انت بتستخدمي البصل بالشكل التاني او بالطريقه الاولانيه اللي احنا عملناها، فاعملي الكميه كلها دي كده، نفس اللي انا ضفته، معلقتين زيت ومعلقه كبيره من السكر، واقلبهم تقلبتين واحتفظ بيهم برضو في اكياس حفظ الطعام. بس طبعا الطريقه دي بتبقى كميه بتاعتها اقل لان احنا مبقاش الاستخدام فيها كتير. دي طبعا بتتعمل لو احنا هنعمل مثلا صواني فراخ لحمه صينيه بطاطس حاجات من ديت، بتنفع في كل الحاجات دي، شاورمات والحاجات ديت بتبقى حلوه جدا جدا. ندخل بقى على الطريقه اللي بعد كده. هتجيبي حله كبيره عندك، معلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقه من الملح، وعندي كيلو من الشعريه. طيب كيلو الشعرية ده هنعمل ايه وليه ضفت الملح؟ كل ده هقول لكم عليه دلوقتي. بترفعي الحلة دي على النار وايدك فيها، تقعدي تقلبي 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 لحد لما الشعرية تاخد لون ذهبي زي ما انتم شايفين معايا كده. اللي هيدي الشعرية اللون الذهبي ده هي معلقة الملح، هي اللي هتوحد لك اللون كله مع طبعا الاستمرار في التقليب. نفس اللي عملتيه في الشعرية ممكن تعمليه في لسان عصفور، بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو واعمل كمان لسان عصفور. الاحتفاظ بالشعرية او لسان العصفور بيبقى خارج التلاجة صيف شتاء. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا والافكار فعلا هتفيدكم في المطبخ، شجعوا اختكم نشوى بقى بلايك كتير وشير كتير، دعوه حلوه من قلبكم الابيض اللي زي الفل ده. بحبكم جدا جدا، هستنى كومنتاتكم الحلوه اللي دايما بتديني طاقه ايجابيه، وهستناكم تزوروني في قناتي على اليوتيوب باسم مطبخ نشوى. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.